احتفلت مملكة البحرين بالطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم وحضور سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة. انطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أقامت المملكة اليوم حفل تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة، وذلك برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وحضور سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة. وفي كلمته خلال الحفل أكد سعادة الوزير أن جهود الوزارة في حث المدارس الحكومية والخاصة على المشاركة في هذه المسابقة أسهمت في ارتفاع عدد المشاركين من حوالي 18 ألف طالب وطالبة في الدورة الأولى إلى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في الدورة الثالثة، نجح منها 4570 طالبا وطالبة في تحقيق هدف المسابقة المتمثل في قراءة وتلخيص 50 كتابا بما فيهم الطلبة المتميزون من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المبادرة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أحدثت هذه المبادرة حراكا عربيا كبيرا بالاهتمام بالكتاب والقراءة وتجسيدا للعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. اهتمت وزارة التربية والتعليم بهذا الجانب. نحن في وزارة التربية والتعليم لا ندخر جهدا بالاهتمام بالكتاب سواء من خلال مراكز مصادر المعرفة الموجودة في كافة المحافظات أو من خلال مصادر المعرفة وداخل المدارس والاهتمام بالكتاب والكتاب الرقمي، لأن مسيرة التعليم في مملكة البحرين ترتقي وتزدهر دائما بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم قيادتنا الحكيمة والجهود الكبيرة التي يبذلها أخواني في الميدان التربوي والتعاون الكبير من أولياء الأمور. من جانبها أشارت الأستاذة نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي إلى أن تحدي هذا العام كشف عن عدد كبير من الطلبة البحرينيين المتميزين، الأمر الذي يبشر بمستقبل مزدهر للمملكة من خلال جيل يحب القراءة. نحن حاليا انتهينا من المرحلة الثالثة في مشروع تحدي القراءة. هناك خطة استراتيجية أن يزيد الاشتراك 10% كل عام. عمل الميدان التربوي بحرص كبير على الالتزام بهذه الخطة الاستراتيجية. حققت البحرين تقدم واضح، أنهت 30% ونحن الآن مقبلين على 40%. ثم تم تكريم الطلبة الحاصلين على المراكز العشر الأولى على مستوى مملكة البحرين والمعلمات والمدارس الفائزة بجوائز التميز. لا شك أنني فخورة لحصولي على المركز الأول في تحدي القراءة العربي، وسعيدة جدا لأكون سفيرة لمملكة البحرين وأنافس مع المتسابقين الآخرين على الوطن العربي. شاركت في هذا العام في مسابقة تحدي القراءة العربي فرع المسابقة الماسية، واستطعت بحمد الله من تحقيق المركز الأول على مستوى مدارس البحرين. شعوري لا يوصف، شعور عارم بالفرح والسعادة. شاركت في تحدي القراءة العربي كما قال العقاد لأن حياة واحدة لا تكفيني، وكما قال نجيب محفوظ قارئ الحرف هو المتعلم وقارئ الكتاب هو المثقف، فبحثت عن الثقافة فوجدتها في بيت الكتب. شاركت في تحدي قراءة العربي قبل سنتين ولم أوافق في أن أصل إلى مراحل بعيدة، ولكن في هذه السنة وبحمد الله وتوفيقه حصلت على المركز الثالث على مستوى مملكة البحرين، وكانت تجربة مميزة بالنسبة إلي. شاركت في الجائزة الماسية في مسابقة تحدي القراءة العربي وقد قرأت 75 كتابا، وأنا سعيدة وفخورة جدا بما وصلت إليه.
حصلت على المركز السابع من العشرة الأوائل. كنت فرحة جدا جدا جدا، حتى لو لم أحصل على المركز الأول، ولكنني فخورة بنفسي بأنني شاركت في تحدي القراءة، وأيضا لأنني حصلت على المركز السابع. كان هذا شعور جميل. ويذكر أن مملكة البحرين حققت إنجازات مشهودة في هذه المسابقة بعد أن شهدت الدورة الأولى تحقيق مدرسة الإيمان الخاصة المركز الثالث بين جميع المدارس العربية المشاركة، فيما حققت طالبة بحرينية المركز الثالث عربياً. أما في الدورة الثانية فقد فازت مدرسة الإيمان أيضاً بالمركز الأول عربياً بين 41 ألف مدرسة مشاركة.